إخواني أخواتي متتبعي قناة المغرب الحر، نقوم بجولة استطلاعية بمدينة المحمدية لننقل لكم أجواء حضر التجوال الليلي بمدينة المحمدية باش تشاهدوا معنا التطبيق والاحترام الكلي لحضر التجوال الليلي وكذا قيام رجال الأمن والسلطات المحلية بدورهم الكامل لتطبيق هذه التدابير وتعليمات السلطات العمومية. كيف ما كتشاهدوا إخواني أخواتي، مدينة المحمدية تطبق بشكل كبير وبنسبة عالية حظر التجوال الليلي، حتى شي واحد مخارج الحركة تقريبا متوقفة ليلا، والناس ديال الأمن قايمين بالدور ديالهم بجميع المدارات وجميع الشوارع الرئيسية وحتى بالأحياء الشعبية، قايمين بالدور ديالهم الكامل لتطبيق تدابير حظر التجوال الليلي بمدينة المحمدية. وغادي نخرجوا حتى التريطوار ديال الدرك الملكي، جماعة بني خلف والجماعات القريبة من مدينة المحمدية والتابعة لعمالة المحمدية. بقوا معنا. تحياتي السي عبد الغفار، دائما حاضر ودائما متواجد معنا للمواكبة، وتحية لجميع متتبعي قناة المغرب الحر الأوفياء. لتقريبكم سيداتي سادتي متتبعي قناة المغرب الحر، باش تتابعوا معنا الأجواء الليلية بمدينة المحمدية. احنا الآن كنتواجدوا بمنطقة 3 مارس بالقرب من شاطئ المحمدية. كيف ما كنلاحظوا جميعا الاحترام الشبه كامل لحظر التجوال الليلي بمدينة المحمدية، المواطنين كلهم واعين بالسلامة ديالهم الصحية وكيقوموا باحترام التدابير الوقائية والاحترازية وتعليمات السلطات العمومية، وكتمتنع عن الخروج ليلا إلا للضرورة والضرورة القصوى. الآن شارع مولاي يوسف في اتجاه المحكمة الابتدائية المحمدية. كيف ما كنلاحظوا جميع الاحترام الكامل للتدابير الوقائية والاحترازية في أجواء رمضان، وكنعرفوا أجواء ديال رمضان من بعد فطور اعتادوا المواطنين باش يخرجوا جماعات عائلات أفراد الأسر، خصوصا بهذه المنطقة، هذه المنطقة ديال الشاطئ. لكن في هذه الظروف، ظروف الجائحة، الكل واعي بضرورة احترام التعليمات، تعليمات السلطات العمومية، وبضرورة احترام تعاليم حظر التجوال باش ما يخرجوش المواطنين ليلا حفاظا على سلامتهم. كنحاربوا جميع هذه الجائحة هذه، والمواطنين كيف ما كتشوفوا واعين كل الوعي
الظروف اللي حنا كنتواجدوا فيها الان والحرب اللي حنا كنخوضوها ضد هذا الوباء اللعين. الان حنا كنتواجدوا امام سور القصبة. هذه المنطقة هذه حتى هي منطقة هي كتعرف هي تواجد المواطنين، جماعات، وكتعرف اكتضاد هذه المنطقة هذه في الفترة ديال رمضان بعد الإفطار. لكن كيف ما كنشوفوا الان بان المنطقه فارغه، المواطنين كيحتارموا التدابير ديال السلطات العموميه، ورجال الامن حتى هما راه كيقوموا بالواجب ديالهم باش يفرضوا على المواطنين، تما المواطنين العاصين باش يحتارموا التدابير الوقائيه. الان احنا كيف ما كتشوفوا في زنقة بغداد وهذه المنطقة اللي معروفة بالسناك والمحلات ديال الاكل الخفيفة، منطقة اللي حتى هي كتعرف اكتضاد كبير بالصيف وفي الايام ديال رمضان، حتى هي كذلك فارغة كليا، فراغ شبه تام وما كاينش جوال ديال المواطنين. الان احنا في شارع الحسن الثاني، كذلك هاد الشارع كيعرف حركية كبيرة ديال المواطنين في الأيام العادية، فحتى هو فارغ كليا شبه كلي، حركة متوقفة ديال المواطنين احتراما للتدابير الاحترازية والوقائية. فهاد الفترة ديال الجائحة مازال في شارع الحسن الثاني. كيف ما كتتابعوا معنا سيداتي وسادتي متتبعي قناة المغرب الحر، كيف ما كتلاحظوا معنا الحركة متوقفة والمواطنين ممتنعين عن الخروج ليلا بهذه الفترة الصعيبة اللي كتحارب فيها المملكة والعالم بإسره الاجتياح ديال هاد الجائحة وهذا الفيروس اللعين اللي كنعيشوا التبعات ديالو منذ شهر تقريبا سنة حاليا، والمغرب كيعيش الظروف صعيبة. المواطنين
المواطنين كيف ما كتشوفوا واعين كل الوعي بضرورة احترام التدابير الوقائية والاحترازية للسلطات العمومية. الآن بداية شارع المقاومة، قرب البلادعة، قنطرة القدس، كذلك الشارع كيف ما كتتابعوا معنا. كيف ما كتتابعوا معنا دائما كذلك الناس ديال الامن قايمين بالدور ديالهم الكامل تطبيقا لتدابير وتعليمات السلطات العموميه. دائما احنا في شارع المقاومة منطقة لاكولين في اتجاه أنفا وفي اتجاه ملتقى شارع المقاومة وشارع سبتة على مستوى شحاوطة. السلام عليكم اخي حمزة، مرحبا بك اخي، راك تتابع معنا المباشر باش نقربوكم من الاجواء اللي كتعيشها مدينة المحمدية ابان هاد الفترة، هذه فترة ديال الجائحة، وكنوصلوا لكم الاحترام ديال ساكنة مدينة المحمدية التدابير الاحترازية والوقائية الفترة اللي كنحاربوا فيها جميع اكتساح هذا الفيروس اللعين للعالم بإسره، والناس ديال المحمدية كيبينوا على أنهم واعين كل الوعي بضرورة الالتزام بحظر التجوال الليلي. راه كنعيشوا في اجواء ديال رمضان الاخوان، وكنعرفوا الاجواء ديال رمضان كيفاش كتكون، الوقت اللي كيلتقوا فيه الاصدقاء العائله، كيخرجوا الناس من بعد الافطار باش يتحركوا شويه باش يلتقوا بالاصدقاء ديالهم باش يجلسوا في مقاهي، باش الان المقاهي راه مغلقه، والتزام كل المواطنين بالمكوت في البيوت ديالهم. الآن احنا بشارع فلسطين، كذلك إخواني أخواتي شارع فلسطين، كذلك المواطنين واقفين على الحركة، الناس ديال الأمن قايمين بالواجب ديالهم، ودابا راجلين الناس ديال الأمن قايمين بالواجب ديالهم،
شارع الرياض وشارع محمد السادس. كاين الكلاب الضاله، الكلاب الضاله اللي ما كتحتارمش حضر التجوال، ما كتعرف لا قوانين ارضيه ولا قوانين ربانيه. الظاهره هذه اللي تكلمنا عليها من قبل وطرقوا لها مجموعه ديال الاخوان في مرابر اعلاميه، كلاب الضاله الظاهره الجديده التي اجتاحت شوارع وعازقه مدينه المحمديه. حركة متوقفة إخواني، كنذكر أنا كاين الناس قليل اللي كيخرجوا للضرورة القصوى، هو عدد قليل بزاف، مما عدد قليل نادرا فيه كتلقى شي واحد خارج. وبطبيعة الحال الضرورة القصوى الشوارع ديال محمدية ما فاش كتكون بهذا الشكل هذا وبهذه الحركية هذه، من شاحنات فقط وحافلات نقل المستخدمين. غير الحركة متوقفة، دائما في شارع محمد السادس قرب حي النصر. كيف ما كتلاحظوا معنا دائما غياب شبه كل المواطنين، احترام بشكل كبير لحضرة التجوال بالمحمدية. شكرا اخي حمزة، تحياتي اخي حمزة، تواجد الدائم، كنشكرك على المتابعة. اتجاه المصباحيات قرب دار السعادة، كذلك شوارع محمدية سيداتي وسادتي، كلها شكل واحد والمواطنين كلهم واعون بخطورة الجائحة والفترة الصعيبة اللي كتعيشها المملكة. هاد الفترة اللي
اللي كنحاربوا فيها جميع الظاهره هذه وهذا الوباء وهذه الجائحه، الفتره الاستثنائيه اللي كتعيشها المملكه. قرب سوق الجملة بمدينة المحمدية، شارع القاضي التازي. حسنية واحد قرب ثانوية جابر بن حيان. شارع القاضي التازي وشارع المقاومة. نفس الصورة دائما ونفس الالتزام اللي لمسناه اليوم. الله يرفع عنا هذا الوباء. خصنا نكونوا دائما وكنا يد في يد لمحاربة هذه الجائحة والخروج من هذه الفترة الصعيبة اللي كنعيشوها جميع، ورجعوا الأيام العادية اللي كنا كنعيشوها دائما بأريحية وبعيد على إحساس بالخطر، ورجعوا الروتين اليومي ونكونوا قضينا جميع على هذا الوباء اللاعين. نشوف أجواء أحسن من هذه إن شاء الله. درب 60 تقوم معنا إخواني أخواتي بجولة شبه كلية اللي درنا من لا سيستا اتجاه شارع مولاي يوسف 3 مارس زنقة بغداد، شارع الحسن الثاني، شارع المقاومة، شارع فلسطين، محمد السادس، وشارع القاضي التازي.
بنفوسكم. مدينة المحمدية بالليل فترة الجائحة، شارع المرابطين، الحمد لله شيء كيفرح أن المواطنين كلهم صبحوا واعين بهذه الفترة الصعيبة اللي كتعيشها المملكة، وبيننا خصنا نلتزموا بشكل كلي، جميع المواطنين يلتزموا بحظر التجوال بالليل، التعليمات اللي فرضاتها او اللي وضعاتها السلطات العموميه. شارع المختار السوسي، ملتقى شارع المختار السوسي وشارع المقاومة، اللي كنعبروه الآن في اتجاه حي النصر. كيف ما تابعتوا معنا سيداتي سادتي متتبعي قناة المغرب الحر، كنا وإياكم في جولة ليلية بمدينة المحمدية، نقل لكم من خلالها الأجواء اللي كتعيشها مدينة المحمدية بالليل، والتزام الكلي للمواطنين بضرورة احترام التدابير الوقائية والاحترازية والتعليمات، تعليمات السلطات العمومية. ونضرب لكم موعدا في مباشر آخر، إلى اللقاء.